عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. دونك الخطوه الاولى هي تنظيف الوجه. دونك كوني باش نستعمل زيت جوز الهند. دونك احسوا باش يكونوا زيت جوز الهند نتاعكم طبيعي 100%. دونك ناخذ قطنه ونحط عليها شويه زيت ونمسح بها الوجه نتاعي. دونك نحاول اني نتبع بالكدا الزوايا نتاع وجهي الكل ونظف المسام نتاعي باش نحيو بقايا المكياج والاوساخ اللي قاعده عالقه في الوجه نتاعي. دونك تنجموا تستعملوا زيت جوز الهند باش تنحيو المكياج نتاعكم ياسر طياره. الخطوه الثانيه هي تقشير الوجه. دونك كوني باش نصنع مقشر نتاعي وحدي في الدار، دونك خذيت قهوه مرحيه تكون حرشه شويه وضفت عليها عسل نحله. لازم يكون عسل نحله باش تكون القيمه نتاعو مفيده للبشره. نخلط الخليط نتاعي نتحصل على عجينه. دونك العجينه هذه باش نخبيها انا في حكه صغيره بلاستيك ونجم نستعملها على عدد مرات ما يصير لها حتى شيء. ناخذ العجينه نتاعي ونطرحها على وجهي. دونك نحاول اني نطرحها على وجهي الكل ومن بعد ليك نعمل دي موفمون دو ماساج والا حركات تمسيد على الوجه، حركات دائريه باش نحاول اني ننظف المسام من الاعماق وحبوب القهوه تمشي للزوايا اللي في وجهي الكل وتنحي لي القشور والمسام الميته نتاع وجهي الكل. دونك نغسل وجهي هوني ونتعداو للخطوه المواليه هي ترطيب وتغذيه الوجه. دونك كوني باش نصنعوا الماسك نتاعنا وحدنا، دونك ناخذوا افوكادو وياغورت وعسل. دونك ناخذ نصف كعبه الافوكادو. دونك تنجموا حتى تاخذوا اقل من نصف، كوني جاتني الكميه برشا. دونك نحي القلب نتاع الافوكادو، دونك نحي بمغرفه ونحط في اناء ونحاول اني نغفصها بفرشيطه ونتحصل على عجينه زاده كيف كيف. نضيف مغرفتين زبادي ولا ياغورت طبيعي ومغرفه كبيره عسل نحله ونخلط الخليط نتاعي. دونك حصلت على الماسك نتاعي، هوني حطيته في اناء واحد اخر باش ما نمسخش الكونتيتي خاطر جاتني برشا. دونك نطرح الماسك على وجهي. دونك ماسك الافوكادو هذايا والياغورت الطبيعي ولا الزبادي والعسل عنده قيمه كبيره برشا، دونك يغذي الوجه على الاخر. وما عندكمش فكره قديش الافوكادو فيه فيتامينات وفيه حاجات مغذيه للبشره. دونك من احسن الحاجات اللي نجمو تستعملوهم كماسك طبيعي هو الافوكادو والعسل والياغورت. كيف كيف الافوكادو تنجمو تحطوه في شعركم ياسر يغذي. دونك نحط الماسك ربع ساعه تتا نغسل وجهي ونتعدى الخطوه المواليه هي تهدئه وانعاش الوجه. دونك كوني باش ناخذ شويه بازيليك ولا ريحان ولا حبق ونغليه تو سامبلومون، نخليه يبرد ونصبه في اناء كيما هكاكا باش نجم نرشه على وجهي. الريحان يبرد الوجه وهو عباره على تونيفيون للوجه، دونك ياسر طياره وياسر يعطي احساس حلو. ما تنساوش باش تعملوا لايك وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي وبسلامه.